السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، هذا التشطيب الأخير سوينا قواعد أو طابوق حق المغسلة هالطريقة. طبعا بركبها فوق هنا، بنعرضها فوق الطابوق. هذه المغسلة الحين يعني لو بركبها اسمنت بتتوسخ هالطريقة. الاسمنت هذا اسمنت زايد، بستغله هناك في هذاك المكان. يعني هذه القاعدة الحين انا بركب المغسلة هالطريقة، نراعي عدة امور. اول شيء هذا لو خليته هنا فيخرب المنظر، فلازم احاسب يعني في كلتا الحالتين لازم الطابوق يطلع سواء منه او منه، لان هذا يعني اقل من عرض الطابوقة. الطابوقة 10 سنتي وهذا اقل او 8 سنتي بهالطريقة. الحين هنا يختفى الطابوق. ثانيا الماي لازم يكون في سلوك الى صوب المغسلة، لما يعني بتغسل شيء تحطيه هنا الماي ينزل. هذا هو. يعني ثالثا نختار مكان الاقرب للماي، هذه المغسلة وهذا هنا بشر الانترلوك، بوصل بهالطريقة. هذا هو الماء. أيضا الصرف، هذا الصرف بيكون نفس الشيء مباشرة من هنا إلى تحت السدرة. يا جماعة الخير يعني هذا لما نقصه هذا إنج كامل وهذا يعني إنج إلا ربع. لما نقص هذا التحويلة فنترك لها مجال على أساس إننا نستفيد منها. يعني هاي قديمة فالحين بستفيد منها. هذا عندي الباب هنا إنج واحد، بحوله الى ثلاثة ارباع حق المغسلة. هذا يا جماعة الخير البيت فيه ماي، لازم اتخلص من الماي، الماي خلاص بيفسد عليه كل شيء. الحين واحد انش